هذا التاسك الهدف ديالو واحد هو نعرفه كيفاش واحد الدوم نود لونيفو ديال داك التري كيتزادوا فيه هذوك لي بروبريتي كاملين. دونك الهدف ديالنا هو هذا، يعني مشمل كاع اللي داكشي اللي غنطرقوا ليه ضاف هذا المحور. اولا شنو غادي نمشيو، كيفاش غادي نوصلوا للهدف وغادي نفهموه؟ اولا غادي نهضروا على التسلسل بصفه عامه، كيفاش كنبداو من الاشتمال بارسر كنسيليكسيوني واحد النود كنسيليكسيوني التيب ديالها، من بعد كيفاش كنديفينيو لها واحد الانترفاس وكنعمرو داك الاوبجيكت. هذا هو ستيب نمبر 1، المرحله رقم 1. المرحله رقم 2 غادي نحاولوا نهضروا على البروتوتايب تشين. البروتوتايب تشين مدخل رئيسي، ناخذ غير واحد الفكره شموليه وعامه باش ناخذوا واحد الفكره اساسيه على كيفاش هذوك لي انترفاس كيزيدوا لنا بعد البروبرتيز اون نيفو ديال داك الدوم نود. من بعد غادي نحددوا النود تايبس، يعني انواع ديال النودز اللي كاينين اون نيفو ديال الدوم. من بعد ثاني غادي نمشيو وغادي نهضروا على واحد الكا، يعني غنهضروا على الورك فلو كيفاش كيعمر داك الاوبجيكت، يعني واحد النود كتسليكسيونا كيفاش كتعمر دوك البروبرتيز. غادي نشوفوا واحد الكا براتيك. من بعد غادي نديروا نكتبوا شويه الكود ونشوفوا كيفاش غادي نحددوا دوك النود تايبس، وغادي نطالعوا على الاوبجيكت اون نيفو ديال البروزر شنو كيافيشي. في الاخر غادي نهضروا على واحد الحاجه اللي سميتها كروس بروزر كومباتيبلتي، اللي كتعني بان مثلا فايرفوكس او جوجل كروم علاش كتلقى واحد النود اون نيفو ديال الدوم كتافيشي لك وفيها دي بروبريتي، وعلاش ملي كتشوف البروزر واحد اخر ما كتلقاهمش. اوكي بداو الدرس ديالنا. اول حاجه اللي غادي نحاولوا نكتشفوا هنايا هو التسلسل اللي كيبدا منو الاشتمال بارسر. اول حاجه كيف ما قلنا كيبدا الاشتمال بارسر، عندك واحد الكود HTML كيدخل الاشتمال بارسر لذاك الكود وكيتم غادي معاه بالسطر بالسطر، يعني لاين باي لاين. ها هو دخل الاشتمال بارسر كيسيليكسيوني واحد النود، كيسيليكسيوني واحد ليليمون اونيفو ديال HTML ديالك، سيليكسيونه. ناخذ في اكزامبل في هذه الحاله ديال HTML، يعني سيليكسيونا واحد النود اللي هي اول سطر في HTML مثلا اللي فيها HTML. اوكي كيتم غادي التسلسل الثاني كيحاول يديفيني التيب ديالها. تيب شنو هو؟ مثلا في الحالة عندنا element node وغنشوفوا لي تيب كاملين. هذا التيب راه مدخل رئيسي بالنسبة للاشتمال بارسر، لأنه إن فوا كيديفيني تيب شنو كيدير؟ كيديفيني الزانترفاس اللي غيخدم بهم دوك التيب. وشنو هما الزانترفاس؟ هو واحد المجموعة ديال البروتوتايب اللي ما بيناتهم واحد الريطاج كنسميوهم بروتوتايب تشين. هادو هما اللي غادي شنو غيديرهم من بعد؟ هما اللي غادي يعمروا لنا واحد الأوبجيكت. كيف ما كتشوفوا هنا درت فيل ذا أوبجيكت، يعني غيعمر داك الأوبجيكت بواحد البروبرتيز اللي منين جابهم جابهم من البروتوتايب تشين. وفي هذه الحاله غادي يعمر لنا واحد الاوبجيكت اللي هو الدوكيمنت اليمنت. هذاك الاوبجيكت الدوكيمنت اليمنت عنده علاقه بهذاك الاشتمال تاعك. دونك هنا خدينا غير واحد الفكره عامه وفكره شموليه على التسلسل ديال المراحل في الاخر باش يعمر لنا داك الاوبجيكت، وغادي نكتشفوا هادشي. اوكي بعد دابا ناخذ غير واحد الفكره شموليه على اشنا هي بروتوتايب تشين، باش من بعد من نجبدوا البروتوتايب تعرفوا علاش هضر. غير هو بالنسبه للناس اللي بغاو يمشيو ان ديتيل، يعني بغاو يمشيو في الديتاي، يمشيو للبلاي ليست ديال البروتوتايب تشين اللي كريتها غنخليها في ديسكريبشن، وغادي ياخذ واحد الفكره يعني بالديتاي. من هنا انا غنعطي غير واحد الفكره شموليه. راه نفترضوا بان عندي جوج ديال الفانكشنز ولا جوج ديال الكونستراكشرز ستودنت ويونيفرسيتي. هادو جوج ديال الكونستراكشرز اللي كونيكتي ما بيناتهم. من كنبغيو نكونيكتيو ما بيناتهم، بما ان يونيفرسيتي هي البارنت والستودنت هي الفيس ولا الستودنت هي الابن، كنخدموا بواحد لينكد ليست. ولكن في التسلسل عندي واحد الاليمنت واحد اخر ونيفو ديال البروتوتايب اللي هو اوبجيكت. الا بغينا نليو ما بيناتهم كنخدموا واحد اللينك، وهذا اللينك يتسمى سينجل لينكد ليست اللي هي واحد الستراكشر. يعني بصفه عامه اشنو كندير هنايا؟ كنكري واحد لينكد ليست اللي عنده واحد الهيد، اللي عنده واحد المدخل، وعنده واحد التيل، وعنده واحد المخرج. يعني اشنو بغيت نوصل هنايا؟ سينجل لينكد ليست اللي هي واحد النوع ديال الداتا، كيفاش كنستركتشيرو داتا ستراكشر كيف ما كنسميوها، اللي كتخول لينا باننا تشينيو وركزوا معايا على هذا الوورد تشينيو، يعني نلصقوا هاد الاوبجيكت وكنحقوا به الانهيرتنس، كنحقوا به الريطاج. يعني كيولي عندنا واحد البارنت اللي هو اوبجيكت، هاد يونيفرسيتي حتى هو كيولي بارنت ديال ستودنت، يعني ستودنت كتقدر تاكسيدي لي بروبريتي ديال هاد الفانكشنز كاملين. هاد الفانكشنز كاملين اللي كيتكريو في حد ذاتهم لي كونستراكتورز كنقدروا ناكسيديو للبروبرتيز ديالهم او لي ميثود ديالهم. اوكي دونك هذا هو لوبجيكتيف. ستودنت هو تشايلد، بغينا ياكسيدي لي بارون ولا الاباء ديالو، بغينا ياكسيدي لكاع لي بروبريتي ديالهم.
هادشي كيحقق لنا ليريتاج بما ان جافا سكريبت تمشي اورينتي اوبجيكت. هذه هي الطريقه اللي كنحققوا بها ليريتاج. دونك لوبجيكتيف كما قلنا student inherits from university, يعني student غادي inherit من university, يعني اي property فين كيتستوك داكشي. هاد underscore underscore proto underscore underscore هي اللي كنحدوا فيها البروتوتايب ولا الكونستراكتور ولا الفانكشن اللي بغينا نبوانتيو عليها. فهاد الكا يونيفرسيتي, يعني اونيفو ديال الاندرسكور اندرسكور برودو اندرسكور اندرسكور غنلقاو فيها اللينك لهاد يونيفرسيتي. اونيفو ديال هادي غنلقاو فيها اللينك الاوبجيكت, ديما كنلقاو فيها اللينك للبارت. هنا كنشوفو كا يونيفرسيتي انهيرتس فروم اوبجيكت. اوكي, خدينا هنا فكره شموليه ديال البروتوتايب تشين. قلنا كوم كوا هما دي فونكسيون اللي كنحاولوا لينكيو ما بيناتهم, واللينك كيكون اون نيفو ديال هاند اندرسكور اندرسكور بروتو اندرسكور اندرسكور. اوكي مزيان, غندوزو دابا لشنو كيهمنا حنايا. ناخذ واحد المثال ديال واحد البروتوتايب تشين, ناخذ مثال ديال واحد البروتوتايب تشين اللي كتهمنا حنا اون نيفو ديال الدوم. هاد HTML HTML element هي واحد الفانكشن. اوكي هاي حطيتها HTML HTML element هي واحد الفانكشن اللي في حد ذاتها بغيناها تيريتي من فانكشنز واحد اخرين اللي غادي نحدهم تما بروتوتايبس. دونك غاتيريتي من HTML element, HTML element غاتيريتي من element, element غاتيريتي من node, ونود غاتيريتي من event target. شنو كرييت هنا؟ كرييت واحد linked list, يعني كاملين راهم ملينكين مع بعضياتهم. هادشي فاش غادي ينفعنا؟ لان هادشي باش غادي تزادوا دي بروبريتي او نيفو ديال واحد دوم نود. يعني هاد HTML HTML element اش من تاغ كتخدم؟ كتخدم في التاغ HTML. يعني اون فوا البارسر كيلقى بان هادي تاغ وهي HTML كيحددها, كيحدد لها البروتوتايب اللي غتخدم بها ولا غيجيب بها البروبرتيز اللي هي هادي. اوتوماتيكمون كتمشي تيريتي كاع هادشي في كيتستوك. هادشي كيتستوك في واحد الاوبجيكت اللي سميتو document element اللي كاين اون نيفو ديال document object. كما كنعرفو document object هو اللي كيتستوك في يده. اوكي خدينا هنا غير فكره شموليه, عرفنا شنو هي هضرنا على التسلسل في الاول, عرفنا اشنو هي بروتوتايب تشين. دابا خدينا اكزامبل ديال واحد البروتوتايب تشين. دونك اجي دابا نمشيو لابارتي باش نفهموا فريمو هذاك الورك فلو كيفاش كيخدم. بعدا نهضروا في الثالثه, هاي في ستيب الثالثه قلنا كيتحدد واحد النود تايب. نود تايب يعني واحد النود عندها واحد النوع, نود عندها واحد النوع. أرا نشوفوا أشنا هم الأنواع ديال النودز ولا النود تايبس اللي عندنا. أوكي عندنا في المجموعة 12 element node, attributes node, text node, cdata, entity, entity node, process and instruction node. عندنا واحد المجموعة ديال النودز, ولكن ركزوا معي كاين بعدا واحد الفاليو, لأنك انت من كتبغي تعرف واحد النود تايب يعني النوع ديالو ما غيعطيهش لك بالتكست, غيعطيه لك بالفاليو يعني اوتوماتيكمون. وغنشوفوا كيفاش مين كدير بغيت النود تايب ديال هاد النود بالضبط, عطيني النوع ديال هاد النود عافاك كيعطيك النمره. انت اوتوماتيكمون كتعرف كو هذيك النمره راها عندها علاقه بواحد النيم. اوكي الا عطاك جوج اوتوماتيكمون غتقول اتريبيوت نود, الا عطاك واحد غتقول اوكي element نود. ولكن فاش كيهمنا هادشي كيهمنا بان النود ملي يكون عندها واحد تيب, وركزوا معايا ركزوا معايا مزيان, نود ملي يكون عندها واحد تشيب يكون عندها واحد النوع, داك النوع هو اللي كيحدد نوع البروتوتايب تشين. نوع تشين اللي غادي يمشي يجيب لنا البروبرتيز. هادو في حد ذاتهم كاملين غير فانكشنز فيهم بروبرتيز, وغادي يمشي يعمر هذاك النود بهذوك البروبريتي اللي كاينين هنا. دونك النوع ديال النود كيحدد نوع لي زانترفاس. كيف ما كتشوف هنايا الالمنت نود هادو هما لي زانترفاس اللي فيها, الاتريبيوتس نود هادو هما لي زانترفاس اللي فيها. حنا اللي كيهمنا بصفه عامه والانواع ديال النودز تقريبا هما هادو هاد السته, ماشي كاملين غادي تلقاو راسكم كتخدموا بهم, مي في الغالب هادو هما اللي كيهمونا وهادو هما لي زانترفاس ديالنا. دونك هادي هي التشين ديال البروتوتايب, وغادي نشوفوا في لابارتي براتيك هادشي كامل فين كيتستوك. اوكي دونك النوع الا كان مثلا element node كنعرف الفالور ديالو واحد, اوتوماتيكمون كنعرفوا بانه غادي ياخذ لي بروبريتي من هاد التشين من هاد البروتوتايب تشين. اوكي مزيان, خدينا دونك عندنا 6 ديال الانواع اللي غنقدروا نخدموا بهم. ارا نشوفوا واحد الكا براتيك. دابا الاشتمال بارسر دخل الكود ديالك, عندك واحد الكود HTML, هاو كود HTML سامبل. البارسر غادي داخل مع HTML, لقى تاغ مزيان, لقى ديك تاغ HTML سيليكسيونها واحد جوج هذاك عقلوا على التسلسل اللي جبت لكم في الاول. دابا انا غنحاول نديطاييه. دونك دخل HTML سيليكسيون النود جوج, شنو غيدير؟ يحط بعدا داك النود يحطها في تري, هاي حطها في النود تري, لا سوري حطها في الدوم تري.
من بعد اشنو غادي يدير؟ من بعد غادي يحدد بعد النوع ديال الاوبجكت اللي ليا لهذا الاستعمال اللي هو document element. اوكي، لانه خاصو يعرف واحد الاوبجكت اون نيفو ديال document، واحد البروبرتي اون نيفو ديال document اللي في حد ذاتها اوبجكت، اللي هي هاي document element، وهذه هي اللي غتعمر. لان راه الاستعمال تاعك عندها نود ديالها، اول تايتل عنده نود ديالو، دونك خاصو يدير واحد البروبرتي اون نيفو ديال داك document وعاد غيبدا يعمر. اوكي، حددنا بان document element هو الاوبجكت اللي غادي يعمر، كاين اون نيفو ديال document بان document هو اللي كيستوكي فيه الدام. اوكي، دونك باسينا سيليكسيون النود، حطيناها في الدام تري، من بعد حددنا كهذا هو الاوبجكت اللي خصو يعمر. اشنو دابا الاستعمال باسر غيكمل؟ عاد ديفيني هي تشيب، تشيب مهم، مرحله اساسيه ورئيسيه. دونك غيلقى بان التشيب هو element node. عقلو، قلت لكم الا لقى التشيب element node اوتوماتيكمون غادي يحدد واحد البروتوتايب تشين. عاد نشوفوا شنو غيطا هنا. غادي يجيب بعدا البروتوتايب تشين اللي عندها علاقه بهذا element node، اللي هي html element. غادي تم غادي element node and event target. دونك حدد ديك التسلسل ولا ديك البروتوتايب تشين اللي عندها علاقه بهذا element node، وهي اللي غادي يمشي يجيب لنا البروبرتيز. هادو في حد ذاتهم راهم لينكين مع بعضياتهم. اوكي، يعني هاد التسلسل كامل ديال هاد البروتوتايب تشين، هاد التسلسل كامل ديال هاد البروتوتايب تشين، اشنا هو الهدف الرئيسي ديالو؟ هو يجيب البروبرتيز ويعمرهم اون نيفو ديال هاد document element. ما عنده علاقه غير بالتشيب واحد، كيف ما كتشوفوا ها هو هاد التسلسل عنده علاقه بالتشيب. الا كان element node جاب لنا هاد التسلسل. راه نشوفوا كوحده اخرى، غنمشي هنايا غتشوفوا كون كان شي element node واحد اخر، مثلا كون كان شي text node غيجيب هذا. مي باغ كونط حنا عندنا element node جاب هذا، كون كان document node غيجيب هذا. اوكي، دونك ارجعوا للكا ديالنا هنايا، قلنا كوم كوا راه مشى التسلسل، دونك بارسا حدد النود زادها في تري، من بعد حاول يحدد النوع ديال النود، حط لينا البارسين، حط لينا البروتوتايب تشين كامله. ها هي قلنا كوم كوا عندها علاقه بالتشيب، دونك التشيب هو اللي حدد لينا النوع ديال البروتوتايبس مين غادي يمشي يجيب البروبرتيز. واحد ما نساوش راه هاد البروتوتايب تشين اللي كتشوفوها هنايا عندها علاقه غير بالتشيب، ولكن كتكون واحد الكونستراكتور، كتكون واحد الفانكشن اللي عندها علاقه بهذا الطاق في حد ذاتها. فهاد الكا عندنا هي HTML element. دونك اي طاق كانت عندها التشيب غتلقى فيها هذا التشين. بار كونتر كتلقى في هذاك الالمنت عنده واحد الفانكشن ولا واحد الكونستراكتور ديالو هو خاصه، وفي هذا الكا ديال HTML سميتها HTML element، وتا هي داخله في الليست. دونك اشنو غادي يطرا في الاخر؟ غادي يعمر لنا الاوبجكت HTML باش بالبروبرتيز ديال HTML element، بالبروبرتيز ديال HTML element، بالبروبرتي ديال element ديال النود وديال event target. لان هادي كتابيتي من هادي، وهادي كتابيتي من هادي، وهادي كتابيتي من هادي. دونك كاين واحد ليبيطاج، كاين واحد تشين، وكل وحده فيهم عندها واحد النوع ديال البروبرتيز خاصين اللي غادي تحاول تعمر الاوبجكت. انا هنا ما حاولتش نعمر الاوبجكت كامل لانه غادي يولي عندي عامر. يعني انا هنايا حاولت نحط غير واحد الليست لان كاين بزاف ديال الديتاي. هنا غادي نكتشفوا شويه الديتاي. دونك سالينا اكتشفنا الورك فلو، وعاودوا ركزوا معايا على الورك فلو اللي هضرنا عليه. استعمل بارسر كيدخل كيبارسي فلاش تي ام ال. واحد كيحط النود تري، كيحط النود في تري هاي حتى اون نيفو ديال دوكيمنت، كيحدد سميه الاوبجكت هو دوكيمنت اليمنت. من بعد خاصو يعمر، ولكن قبل ما يعمر خاصك تحدد ليه التشيب. كيعرف التشيب ديالو هو element node، وكيحط chain ديالو هاي 1 2 3 4، حط chain. من بعد هاد chain بوحده ما كيفيهش لان عنده واحد الفانكشن ديالو هو خاصه، واحد الكونستراكتور ديالو هاي تيحطها وتيلينكيها مع الليست. من بعد كيشد properties من هادو كاملين وكيعمر داك الاوبجكت. دونك هنا غادي تكونوا خديتو معايا وغتبان لكم ديك الاهم مومنت ديال هذاك الاوبجكت انفو انت كتليستيه علاش كيافيشي لك داك الشيء كامل. اوكي، ندوزو لابارتي براتيك. أو دابا نمشيو نكتبو شوية الكود ونشوفو هاد الدوم كيفاش كتأفيش. أوكي، نحل هنايا عندي فيديو ستوديو كود، وهنايا غير الكونسول ديال جوجل كروم. دونك كيفاش نقدر نسيليكسيون هاد الاشتعمال تاعك؟ دونك فين كاينة؟ عقلو معايا، قلت لكم كاينة أو نيفو ديال واحد الأوبجيكت اللي هو document element. عقلتو أو نيفو ديال سلايد، قلت لكم على الاشتعمال بارسل، لقى اشتعمال بأنها أو نيفو ديال document element. أما نأفيشي بعدا هاد document. أوكي، تقدر تافيشي عندك الا درتي كونسول لوغ غادي يجي غيافيشي لك لاش تي ام ال هنايا ديريكتومون. مي حنا لوبجيكتيف هو نشوفو لي بروبريتي ديال داك الاوبجيكت. دونك غندير كونسول دي اي ار وغنشوفكم كو هنا افيشي ليا واحد المجموعه ديال البروبرتيز. الا حاولت نقلب على اتش تي ام ال
نحاول نقلب على HTML هنا غنلقاها كوم كوار ها هي document element الا سيليكسيونيتها ولا كليكيتي عليها غيديني الHTML تاعك مي انا اللي كيهمني هنايا هو بان هذه هي البروبرتيز دونك غنجي هنايا وغادي نقول لكم كوم كوار راه document element هي البروبرتي اللي غيكون غيتستوك فيها اي هذا في حد ذاته هو اوبجيكت كتشوفوا هو افيشالي HTML وهادو هما البروبرتيز ديالها كاملين اوكي واحد غادي نمشيو لكوحده اخرى ونمشيو للبادي بادي تاعي الا بغيتي افيشي غتجي غدير بادي هنا ديريكتومون غتشوفكم كوا راه افيشي ليا هاد البادي اوبجيكت اللي فيه واحد المجموعه ديال لي بروبريتي دونك سالينا هنايا مع كيفاش تقدر تسيليكسيوني تقدر دير مثلا هاد هاي هاد تاع هي غادي افيشي لك الاوبجيكت ما حنا بالنسبه لينا كيهمونا غير هاد الجوج دونك هادي بالنسبه ليا الاشتمال تاعك وهادي البادي تاعك بجوجهم عندهم واحد الاوبجيكت اللي هما في حد ذاتهم بروبرتيز اون ليفو ديال هاد الدوكيمنت مزيان ابا دابا نهضروا على كيفاش كنديفينيو النوت تايب ما تنساوش كيفاش جيت هنايا قلت لكم راه هنا كنقدروا نديفينيو تشيب داك التشيب الا بغيتي ديتيكتيه نتايا مانيوالمون كتجي راه ناخذ هادي نيت غنديبليكيها ديال اتش تي ام ال وبغيت نعرف التشيب ديالها كتجي هنا وكتقلب هايد كومونتي هادشي كتجي كتقلب هنا اونيفو ديال الاوبجيكت غتلقى واحد الحاجه سميتها نود تايب كتشوف كعطاتني واحد شنو هي واحد هي element node بغيتي تافيشي هنا غنجي انا ديريكتومون وغادي ندير node type ها هي افيشيت ليا واحد غنمشي للكال اخر مثلا ديال body انا شونجي هاد document element body حتى هي عطاتني واحد دونك لا body لا document لا HTML لا body لا HTML تاعك بجوجهم كيعرفهم البارسل بان التيب ديالهم واحد اللي هو شنو هو اللي هو element node دونك نحدو التيب بهذه الطريقه دونك بالنسبه ليا الا بغيت نكتب ديريكتومون نشوفها نقدر ندير فحال هكا ونشوف التايب نحاول نسيرشي عليه اونيفو ديال الاوبجيكت مي الا بغيتي تسيرشي عليه ديريكتومون كدير هاد النوت تايب ارا نشوفو شي واحد اخر اللي ما عندهاش تيب واحد غنمشي مثلا نحيد هاد بادي وغنشوف التيب ديال الدوكيمنت ديريكتلي اي كتشوف كيعطيني تسعود دونك النوع ديال النود بالنسبه لهاد دوكيمنت هو تسعود نمشي نشوف هنا شنو هي تسعود تسعود هي دوكيمنت نود هادشي كامل شنو كيعني لينا فاش كيهمنا لان اون فوا غيلقى واحد لو تيب هو الاستعمال بارسر غادي يحدد النوع ديال التشين اللي غيخدم بها تشين في هاد الحاله اما هي واحد البروتوتايب تشين هي واحد النوع ديال الكونستراكتورز هي واحد المجموعه ديال الفانكشنز اللي غادي يمشي يجيب منهم بروبرتيز يعني الا لقى هاد التسعود غتلقاو فيها هاد التشين وغادي نكتشفوا هادشي اوكي نشوفوا شي وحده اخرى مثلا غنمشي مثلا اون نيفو ديال البادي كومونت هادشي كامل غنمشي اون نيفو ديال البادي وغنحاول نشوف كومنتس كيف ما كتشوفوا هنا في الاشتعمال عندي واحد الكومونتير راه نمشي نشوف نمشي للتشايلد نودز اوكي هاي تشايلد ناو تشايلد نودز غادي نشوفكم كو هنا عندي واحد الكومنتس بغيت نعرف التيب ديالو اولا انا نديفلوبي هاد الكومنت كنشوفكم كو هاي كومنت هير هذه هي الداتا ديالو ولا التكست ديالو هاي كومنت هير اي غنتم غادي هابط وغنلقى كو النوت تايب ديالو 8 راه نشوف شنو هي 8 ها هي كومنت نود يعني البروتوتايب تشين ديالو غتلقاها هي هادي حد غتلقى وحده ديالو خاصه وغتلقى في التشين عنده هاد كومنت كاركتر دايره نود وايفنت تارجت وغنشوفوا هادشي اوكي سالينا دونك سالينا مع خدينا التشايبس كاملين شفنا واحد التشايب ديال هاد الاشتعمال تاعك شفنا ديال البادي شفنا التشايب ديال الدوكيمنت وشفنا التشايب ديال واحد الكومنت اللي هو 8 دونك هادو بجوج عطانا واحد هادو بجوج التشايب ديالهم عطانا واحد هادي عطاتنا 9 وبالنسبه للكومنت بلا ما ندير التسلسل ديال هنايا عطاتني 8 اوكي غادي نشوفوا هذيك البروتوتايب تشين اللي هضرنا عليها هادشي فين كاين اوكي دونك قلنا كو البروتوتايب تشين في المدخل الرئيسي في الاول كو داك البارنت كيتحط في اندرسكور اندرسكور برودو غادي نبداو بهادي غادي نبداو بهادي اللي كتهمنا حنايا نبداو بهذا الاستعمال ونديتكتيو البروتوتايب تشين ديال نحيد هاد النوت تايب ان افيشي تشين ديالي كامله ركزوا معايا غنتم غادي هابط 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 وغنمشي للبرودو هذه هي HTML element ها هي HTML element دونك شنو كيعني هنايا كيعني بان اونيفو ديال التشين الا رجعنا للسلايد ديالنا اونيفو ديال التشين عندي واحد البرودو ولا واحد الفانكشن خاصه بهاد document element ولا بهاد HTML اللي هي HTML element هاي هي هادي غنتموها غاديين باش نشوفوا ليست نشوفوا التشين كامله هادشي غادي هابط لتحت وغتشوف هاي HTML element HTML element نشوفوا البارنت ديالها حتى هي تما غادي نهابطين دابا غادي في ديك التشين في ديك التسلسل اوكي تما غادي هابط هاي element
تما غادي يهبط مع برودونيت وهادو كاملين هما اللي كيمشي يجيب منهم دي بروبريتي وغنشوفوا النوع ديال البروبريتي اللي تيجيبهم غنمشي هنايا غنهبط حتى لتحت نود هاي نود تما هبط حتى لتحت ثاني دونك انا غادي مع التشين ديالي ايفنت تارجت ايفنت تارجت اوكي بلا ما نبقى نسلسل لان داكشي راه غادي يتم غادي ما حنا اللي كيهمنا هو هذا بما انه لقى المنت نود حط هذا التشين ديالو وحط هذه الخاصه ديالو اوكي نمشيو للبادي وبلا ما ندير التشين كامله بادي غنشوفوا اشنا هي الخاصه ديال الكونستراكتور الخاص ديالو هو اشتمال بادي المنت هذا خاص ديما تيكون بما انه تشيب واحد بما ان التشيب ديالو هو واحد يعني التشين ديالو اللي غتلقاه هي هذه تا هو دونك الا تميت هابط وحاولت نشوف اول اليمنت عندنا في التشين ها هو اشتمال اليمنت وبلا ما ندخل في التسلسل الاخر لان حتى هو غتلقى عنده نفس التسلسل هذا ديال هذا التشيب اشتمال اليمنت اليمنت نود و ايفنت تارجت اوكي هادشي اللي كيهمنا هنايا دونك خدينا هنا واحد البيزك ايديا غنمشيو للسيت ديال ام دي ان ونشوفوا الا كان عندنا مثلا هذا التشيب اللي هو اليمنت نود ولا كانت عندنا هذا الكونستراكتور الا كانوا عندنا هذا البروتوتايب تشين شنو هما النوع ديال البروبريتي اللي تنجيبوهم اوكي غنمشي هنا للام دي ان غنمشي بعد الاول بار هنا وغادي نحاول نبارطاجي معكم هذا اللين مثلا الا كانت اشتمال element شنو هي البروبرتي اللي غادي تزاد دونك في الحاله ديالنا هنايا عندنا اول بروتوتايب ولا اول فانكشن ولا اول كونستراكتور هو اشتمال element شنو غادي يزيد او نيفو ديال هذا الاوبجكت اشتمال غادي يزيد اسيدي البروبرتي فيرجن فيريفي واتشي دونك غادي نمشي هنايا وغادي نافيشي نافيشي هنا نيت وغادي نشوفكم كوا هي اشتمال نقلب على فيرجن هاي فيرجن دونك هاد الكونستراكتور هاد الفانكشن جابت لنا واحد البروبرتي اللي هي فيرجن بروبرتي خديناها من البروتوتايب ديالنا فيرجن اوكي ها نشوف وحده اخرى تم هي تقريبا هي اللي كاينه هنا غنمشي لهاد اشتمال element دونك انا غادي مع التشين ديالي هاد اشتمال element شنو غادي تزيد غادي تزيد لنا access key label content editable غنشتري شي لهاد content editable ونشوفوها واش كاينه فريمون نمشي للobject ديالي دونك انا فين هنا انا في هاد اشتمال element غتزيد لي واحد البروبرتيز هادشي غندير مثلا content editable ها هي inherit content editable والvalue ديالها inherit نمشيو لشي وحده اخرى مثلا نتمو غاديين الelement element هي شنو غتعطينا attributes غنشوفو واش كاين attributes هاي attributes دونك كناخذ اكزامبل واحد بالواحد ما فيه ما ندخل عليهم كامل هاد class list هي class name client height فهمتيني دونك غنمشي للنود هنا ثاني نود هي اش فيها base uri child nodes first child غنقلب على first child واش كاينه first child هاي دونك هادو لي بروبريتي اللي حنا هاد الفانكشنز ولا هاد البروتوتايب اللي حنا غادي بالواحد بالوحده فيهم راه كتعطينا بروبرتيز اللي كتزيدهم في هاد الاوبجكت نمشيو للاخرى دونك انا غادي مع التشين ديالي الايفنت تارجت ايفنت تارجت اشنو عطاتني عطاتني واحد هادي تقريبا واحد الميثود اللي كنخدم بها واللي كنقدر تخول ليا بانني بحال اللي قلتي نمشي لواحد ندير للسنار ولا بزاف ديال لي ميثود اللي اصلا كنخدموا بهم ملي كنبغيو ندير واحد للسنار اونيفو ديال واحد النود اوكي ما كيهمناش انا ايفنت تارجت اللي كيهمنا هو هاد التشين في حد ذاتها اللي شفناها كل وحده فيهم راها كتعطينا ولا كتخول لينا لاكسي لواحد البروبرتيز يعني كتستوكي ليا واحد المجموعه ديال البروبرتيز او نيفو ديال الاوبجكت ديالي مزيان اوكي لحد الان خدينا هاد الفكره الشموليه ديال هاد البروبرتيز اللي كيتزاد غنشوفوا الا بغيت نافيشي مثلا باش نعرفوا بان الحد لان الكونستراكتور في حد ذاته اشنو كنكريو منه كنكريو منه انستانس نشرح لكم اكثر دونك الا جيت هنا لهاد الدوكيمنت اليمنت غنجي لهنا لهاد الدوكيمنت اليمنت وكاين شوف اشتمال element في حد ذاته فحال اللي قلتي constructor كنكبيو منه واحد instance مثلا غنكبيو منه واحد element وغنكبيو منه اشتمال element فحال حد ذاته constructor اللي كنقدروا نكبيو منه واحد instance جديده دونك انا الا بغيت نعرف واش واحد element instance ديال هاد اشتمال element غندير instance of اوكي اشنو عطاني هنا true يعني انا غنبدا نفيريفي غير في التشين ديالي واش هاد document element instance ديال html element غنكوبيها هي نيت غنمشي ثاني ونشوفها واش instance ديال هاد html element غنحيد هادي شنو عطاني true
غنتم غادي مع التشين ديالي انا كنفيريفي واش هاد داكيومنت داكيومنت اليمنت انستانس ديال هادوك الكونستراكتور. غنمشي ثاني غندير اليمنت ومن بعد غندير نود اليمنت. اوكي فين هادي غندير نود. انا غادي مع التشين ديالي وما كنديرش شي حاجه, ما كنختار شي حاجه من راسي. اي في الاخر غادي ندير ايفنت تارجت. هادشي اللي كيعني بما ان هاد داكيومنت داكيومنت اليمنت انستانس ديال هادو كاملين كتعني بانها غادي تجبد منهم البروبرتيز, غادي تجبد منهم البروبرتيز. دونك هاي ترو 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 ايفنت تارجت ايفنت تارجت. دونك شنو عندي هنايا؟ HTML element child ديال HTML element. هاد HTML HTML element يعني ابن ديال هاد HTML element. HTML element ابن ديال element. element ابن ديال node ونود ابن ديال event target. دونك اوتوماتيكمون كاع البروبرتيز اللي غادي تجبدو غادي تجبدو من هاد الكونستراكتور. الا بغيت ندير شي وحده ما فيهمش غنجي هنايا وغادي ندير مثلا غنمشي لهذا التايب ونشوف شي وحده جديده. غندير مثلا text. نجي هنا ونشوف واش instance ديال text غايقول لي false. شفتوا هنا درت غير واحد الفيريفيكيشن, درت غير واحد الفيريفيكاسيون ديال واش واحد دوم نود اللي هي document element اللي عندها علاقه بالاشتمال واش instance ديال text. دونك تقدر تكون اونيفو ديال البيزنس لوجيك ديالك اونيفو ديال البروغرام غير باش نفيريفيو واش هاد البروتوتايب, لان هاد التكست ما كايناش ماشي انستانس ديالها وما كايناش في البروتوتايب تشين ديالها كاملين. باركون تكون كانت شي نود تيب ديالها تكست نود وغنشوفها واش انستانس ديال تكست غيقول لي اه. مي في هاد الكاد ديالي عندي راه اليمنت نود وما كايناش تكست في تشين كامله دونك عطاني فولس. اوكي دونك سالينا مع هاد الشيء. غنشوفوا هنا واحد الكود اخر. غنجي افيشي خليني في هاد الدوكيمنت هيدا الكود كامل ونخليني في الدوكيمنت اليمنت ما افيشيه. اي كاين واحد الكا اللي قلنا غادي نطبقوا عليها في الاخر ديال الداس ديان. شنو هي هاد الكا؟ عندي واحد الكونسول دايف باش افيشي ديال الاوبجيكت. قلنا الا مشينا مثلا في تشين عندنا مثلا غنمشي لهاد غنمشي ل HTML element غنشوف كوم كوا كاينين بروبرتيز, كاينين واحد النوع ديال البروبرتيز اللي بالحمر هنا. ليش كتعني؟ غنشوف بعدا الاكسس كي واش عندي. كاين افيشيها نقلب على اكسس كي هاي. دونك كاينين دي زيليمون وغنمشي غنهبط لتحت كاع, غنمشي غنهبط لتحت نبقى هابط لتحت. كاين واحد مجموعه ديال البروبرتيز ومجموعه ديال لي ميثود. غنجيكم كوا هنا كيعطيني البروزرز يعني المتصفح. كاين شي وحدين هنا فيهم الاحمر وكاين شي وحدين هنا فيهم الخضر. ناخذ مثال هاد اكسس كي ليبل ما كايناش في كروم, ما كاينه في فايرفوكس. غادي نفيريفيو في الاول ديال الدرس قلت لكم غندير واحد لا فيريفيكاسيون ديال راه كاين واحد النوع ديال البروبرتيز اللي كيكون اون نيفو ديال واحد الدوم نود متصفح وما تيكونش متصفح واحد اخر. نفيريفيو هذا الشيء. دونك غنجي هنايا انا وغادي نشوف هاد اكسس كي ليبل. دونك اللي كتهمني هاد اكسس كي ليبل ندير عليها واحد سيرش اون نيفو ديال الدوم ونشوف واش كاينه ما كايناش. انا ما عندي البروزر حال جوجل حال هاد الكونسول ديال فايرفوكس. انا بافيشي لاباج ديالي ها هي اكسس كي ليبل كاينه. دونك اللي بغيت نوصل لكم بان ها هي اكسس كي ليبل كاينه في فايرفوكس مي ما عنديش اونيفو ديال جوجل كروم. دونك اللي بغيت نوصل لكم هنا بان حتى البروزر عنده علاقه. ديما الا كنتو باغي تخدموا بواحد البروبرتي تقدروا تشيكي وهذا الشيء. دونك تشيكي كو راه كاينين واحد البروبرتيز اللي كيكونوا اونيفو ديال البروزر ولا لا. الا مشيت مثلا لشي بروتوتايب واحد اخر مثلا غنمشي للالمنت اللي هو واحد الانترفاس حيت فايرفوكس كيسميهم ديال الانترفاس. غنشوف هاد الالمنت اللي هي واحد الانترفاس هي ونشوف واش كاينين شي بروبرتيز ما كاينينش في البروزر. تما غادي هابط حتى لتحت كتشوف كوم كوا راه كاينين شي وحدين في كروم ما كاينينش في فايرفوكس مثلا. اوكي ولا كاينين شي وحدين في فايرفوكس وما كاينينش في كروم بحال الدوم ماوس كرول ايفنت. الا كنتي باغي تليستين دير عليها واحد ليستين وتصنت ليها عاد من بعد دير واحد تريجر نيفو ديال الدوم ديالك حدي راه تقدر تخدم في فايرفوكس وما تخدمش في كروم. دونك هذه غير واحد الفكره شموليه ديال انت الا بغيتي ديتيكتي هذوك النوع ديال البروبرتيز اللي كيتستوكا اون نيفو ديال كروم ولا اللي كاينين اون نيفو ديال كروم واللي ما كاينينش اون نيفو ديال واحد البروزر واحد اخر. دونك غير كتشيكي واحد الحاجه اللي كتسمى كروس بروزر كومباتيبيليتي. اوكي هذا هو تقريبا هو التيرم اللي بالانجلي اللي هو في حد ذاته الشرح ديالو هو غير كتشيكي واش واحد الحاجه كاينه في ذاك البروزر وكتشوف حتى التارجت ديالك يعني حتى التوجه ديالك اش من بروزر انت متارجيتي. اوكي خدينا هنا واحد الفكره شموليه. نرجعوا للدرس ديالنا. الدرس ديالنا كامل كيتمحور على هاد الورك فلو. تقريبا سالينا الدرس ديالنا. الدرس ديالنا كيتمركز على هاد الورك فلو وهذه تقريبا هي خلاصه. يعني الاوبجيكتيف كان عندي هو نعرفك بان
هذاك النود اللي كيتكريا كيفاش يعمر بهذوك البروبرتيز كاملين. وهنا كامل بقينا غاديين بستيب باي ستيب ولا بالمرحله بالمرحله باش تاخذ فكره شموليه. نعاودو نديرو واحد الملخص. دونك اول حاجه قلنا الاتشمل بارسين كيتشم داخل كي بارسي فلاش تيميل. ثاني حاجه كيسيليكسيون النود. ثالث حاجه كيحدد التيب. رابع حاجه كيحدد بهذاك التيب كيحدد به التشين ولا دوك لي انترفاس اللي غيخدم بهم. وخامس حاجه كيعمر هذاك الاوبجكت بالبروبرتيز. وفي الاخر حدي مع الكروس براوزر كومباتيبلتي حدي مع المتصفح راه يقدر دي بروبريتي فيه ودي بروبريتي ما كاينش متصفح واحد اخر. Thanks for watching this video. وما تنساوش انا ندير لكم واحد الكول تو اكشن هنا. ديروا لي اشنو فهمتوا. بغيتكم تكتبوا لي في لي كومونتير اشنو فهمتوا من هذا الدرس باش اي واحد الا خرج بواحد الخلاصه يكتبها لي في الدرس. Thanks for watching this video and happy coding.